اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله. أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله. يا حبذا يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشميين صبطاه لها ثمار والشيعة الورق الملتف بالثمار. هذا حديث رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر. ولايتي ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة كيف النار تكويني. اللهم صل على
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. لا سيما أبو الحسن علي له في الحرب مرتبة تهاب، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الحراب. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وقام ما قام قواما بلا كسل وصام ما صام صواما بلا ضجر وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف ما طاف طوافا بلا ملل وطار في الجو وطار في الجو لا يأوي إلى جبال وغاص في البحر مأمونا من البلل يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعم الجائعين البر بالعسل وعاش ما عاش أعواما مؤلفة عار عار من الذنب مأمونا من الزلال ما كان عند الله محتسبا إلا بحب أمير المؤمنين علي. ثاني أرحمكم الله. ثالثة بأعلى أصواتكم. ورد عن سيدنا ومولانا الإمام العسكري أنه قال: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمري مولاه فعلى العوام أن يقلدوه. صلوا على محمد وآل محمد. ثاني أرحمك. ثالث على حب أهل البيت.
نبارك لكم هذه الليلة ذكرى ميلاد والد الإمام المنتظر الإمام العسكري سلام الله عليه. دعونا في هذه الليلة أن نتأمل جانبا ووظيفة قام بها الإمام العسكري عليه السلام، كانت تمثل خطوة مصيرية لتوجيه الأمة والاستقامة الأمة بعد غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج. الإمام العسكري عليه السلام سعى بخطوات متعددة ومتنوعة لتهيئة الأمر لغيبة صاحب العصر والزمان، لغيبة الإمام المنتظر. ومن ضمن الأمور التي سلكها الإمام عليه السلام في درب التهيئة إلى غيبة الإمام هو المعنى الذي تضمنه الحديث الذي نقلناه، حيث أن الإمام يرشد في ذلك الحديث وبشكل واضح إلى ضرورة اتباع الفقهاء، وبذلك يضع الإمام الحجر الأول في بناء مفهوم إسلامي شيعي يتمثل في مفهوم المرجعية. شلون؟ دعونا نوضح هذا المفهوم ونبينه في نقاط متعددة. النقطة الأولى، دعونا نأخذ لمحة في الخط الذي يميز التشيع عن غيره من المذاهب. ما الذي يميز التشيع؟ الذي يميز التشيع عن بقية المذاهب هو الاعتقاد بالإمامة، اللب الأساس والمائز الأساس، بالإضافة إلى موائز أخرى، ولكن المائز الأساس يتمثل في الاعتقاد بالإمامة. وماذا تمثل الإمامة؟ الإمامة شنو؟ الإمامة هي القيادة للأمة في جنبات مختلفة ومتنوعة، فالإمام يقود الأمة دينيا في الجانب الفتوائي، ويقود الأمة في الجانب الاجتماعي، ويقود الأمة أيضا في الجانب الفكري والثقافي والعقائدي، يعني في الجانب المعرفي، ويقود الإمام الأمة في الجانب السياسي. هكذا هو مفهوم الإمامة. عندما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه. الولاية تعني الاعتقاد بأن شخص أمير المؤمنين يتمتع بكل الخصائص التي يتمتع بها منصب النبوة إلا الوحي. فهنا ماذا؟ الوحي لا يتمتع به الإمام، وإنما يمارس ماذا؟ يمارس الرسالة السابقة، يعني لا يشكل الإمام في اتصاله مع السماء رسالة جديدة، وإنما هو امتداد لخط النبوة مفتقدا إلى هذا العنصر. فسار الشيعة على هذا الاعتقاد إماما بعد إمام، وحيث أن الإرادة السماوية قد قدرت
بأن تكون هناك وراثة، يعني إعادة تصحيح إلى مسيرة الأمة، لأن الأمة أبت إلا أن تنحرف بعد غياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا جاء وعد السماء في ادخار حجة هو المقيم للعدل وهو قائم آل محمد. فالناس من زمن الإمام أمير المؤمنين كانوا يتواصلون مع الإمام في مختلف القضايا، احتاجوا سؤال شرعي تواصلوا ويا الإمام، احتاجوا مشكل مثلا يحلونه تواصلوا ويا الإمام، مختلفين متخاصمين في قضية معينة يحتاجون إلى قضاء وفتيا رجعوا إلى الإمام. بعد توجيه عقائدي معرفي ثقافي يتجهون إلى من؟ يتجهون إلى الإمام. فكان الإمام سنة بعد سنة إماما بعد إمام، تضاخم دور الإمامة وارتسم مفهوم واضح للإمامة، بحيث صار الناس في زمن الإمام العسكري يرجعون إلى الإمام وكأنه الخليفة. لذلك تلاحظ شنو سرعة الاغتيالات إلى الإمامة من زمن الإمام شنو؟ الإمام الرضا سلام الله عليه، من بعد زمان الإمام الرضا والجوان سلام الله عليه تلاحظ بأن هناك ملاحقة إلى الإمامة وتضييق، بحيث تستجلب الإمامة من المدينة ليقام عليها الإقامة الجبرية. فهنا الإمام سلام الله عليه رأى، التفتوا إلى هذه النقطة، أن الوظائف هذه، يعني وظيفة الفتية، وظيفة أيضا المعرفة وتثقيف الناس وتوجيههم، الوظيفة الاجتماعية، وجد أن هذه الوظائف لا يمكن للإمام الحج أن يمارسها في زمن ماذا؟ غيبته الكبرى. فهنا لنا أن نفترض افتراضين، إما الإمام يترك الأمة كذي يقول لهم يلا كل واحد على هواه نفس ما نعبر اللي بتعتقد فيه، احتجت إلى مسألة أنت حاول تحلها، أو أن الإمام يوجد خطا، هذا الخط هو الخط الأقرب للإمامة. فما هو الخط الأقرب إلى الإمامة؟ الخط الأقرب إلى الإمامة هو الإحالة على العلماء. فمن هنا صدر الإمام العسكري سلام الله عليه بيانا ليؤسس هذا الخط وليجذر هذا الخط في أنفس المؤمنين. خط شنو؟ خط الرجوع إلى العلماء. وليأتي أيضا بعد الإمام العسكري الإمام الحجة ويصدر منه توقيع، فماذا يقول فيه؟ يقول انظروا إلى رواة حديثنا، زين، وارجعوا إليهم، فإنهم الحجة عليكم وأنا حجة الله عليهم. شوف شلون الإمام في هذا الحديث يوافق ما بينه أباه الإمام العسكري. فهنا نصل إلى النقطة الثانية التي تتمثل في توافر أدلة تدلل على رجوع الناس إلى من؟ رجوع الناس إلى الفقهاء والمراجع والعلماء في الجانب الذي يتصل بإسلامهم وبدينهم وبمعتقدهم ونحو ذلك، يستفسرون، يحاولون أن يطلعوا على أحكام دينهم.
فهنا إذن هذه النصوص تشكل دليلا. البعض الآن في هذا الزمان تلاحظ أناس يواجهون خط المرجعية، دواعي طرح مثل هذا الموضوع، أن هناك أناسا يحاولون أن يحرفوا الناس عن خط الرجوع إلى مرجعياتهم. يقول ليش أنت ترجع إلى مرجع؟ أنت ما تفهم؟ ليش تقلد؟ أنت ما تفهم؟ أنت إنسان متعلم واعي كذا. أو مثلا يطعنون في المراجع، طعن في المراجع طعن قبيح جدا. تجد بأن ماذا؟ تجد أن هناك موجة، هذه الموجة الغرض منها ضرب المرجعية. ليش؟ لأنهم يدركون بأن المرجعية حصن من حصون المحافظة على التشيع، وهذا الحصن إنما أسسه وبناه الأئمة سلام الله عليهم، وعلى رأسهم الإمام العسكري والإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى له الفرج. فإذا لو أردنا أن نناقش هذه الدعاوى فإننا نذكر أن هناك أدلة واضحة. هذه الأدلة، هذه الروايات التي سقناها، فإن ناقشوا في هذه الروايات فإنا نقول أن هناك بناء عقلاء ما بين الناس. هذا البناء العقلاء تشوف المريض يرجع إلى الدكتور مثلا، اللي يريد يعمر بيت يرجع إلى المهندس. أنت الآن اللي يريد يعرف حكم شرعي عاتبه إذا رجع إلى أهل الذكر، إذا رجع إلى العالم والفقيه المطلع على الأحكام والمطلع على الأدلة والروايات. هذا خلاف الجري والسلوك الذي هو ممضى عند العقلاء، وعند ماذا؟ وعند ابتناءات العقلاء في سلوكهم وفي تصرفاتهم. فإذا هناك دليل واضح على الرجوع إلى العلماء، إلى المراجع. الآن ما هي أدوار المرجعية؟ شنو دور المرجع؟ يعني الأئمة سلام الله عليهم من أحالون إلى المراجع، إلى العلماء والفقهاء. ما هي أدوار العلماء؟ شنو دور العالم الفقيه المرجع اللي يتصدى إلى المرجعية؟ نقول الدور الأول هو جانب التقليد في الفتيا، فتاوى. يعني الأحكام شنو أيها الأحبة؟ الأحكام الشرعية، صلاة، صوم مثلا، خمس، زكاة، حج، عمرة، هذه كلها نرجع فيها إلى منو؟ نرجع فيها إلى العلماء، نرجع فيها إلى الفقهاء. أنت الآن ترجع إلى الطبيب، الآن تستنكف أن ترجع إلى العالم في استفسارك إلى حكم شرعي تجهله؟ لا أبدا. هناك علماء صرفوا أوقاتهم وأعمارهم في التعلم وفي معرفة الأحكام الشرعية، حتى تجد بأن الفقهاء الآن ما شاء الله عدد كبير جدا، حتى أنك تجد أن المستويات العلمية في تفاوت. هذا دور أول، جانب الفتيا، فتوى. الجانب الثاني يتعلق بالجانب المعرفي بشكل عام. يعني شنو الجانب المعرفي؟ يعني الإنسان تدخل عليه عقائد، شوف يعني سنة عقب سنة تشوف عقائد مختلفة، الناس تثير جملة من الأباطيل. أنا الآن أحتاج شنو؟ أحتاج أعرف هذا حق هذا باطل، أحتاج أن أتعرف على ثقافة الإسلام، على الجانب الفكري للإسلام. فأرجع إلى من؟ أرجع إلى العالم، أرجع إلى الفقيه، أرجع إلى المرجع، أرجع إلى من له اختصاص واطلاع في هذا الجانب.
هذا دور آخر. فدور العلماء الدور الثاني هو بيان الحق وتزييف الباطل وبيان الأباطيل والبدع التي تظهر في المجتمع. لذلك أصحاب البدع، لو تلاحظون أصحاب البدع كمثل هذا بدعة مثلا اللي يدعي أنه اليماني تارة، ويدعي أنه ابن الإمام تارة، ويدعي أنه ماذا، أنه أحد المهديين تارة. زين، ما من يعرف بالقاطع وأتباعه، شوفهم شنو، شوفهم يحاربون من يحاربون، ها يحاربون العلماء، يحاربون المرجعيات، يحاربون الفقهاء. لماذا؟ لأن هذه الفئة تعرف أباطيلهم وتبينها للناس، تبين هذه الأباطيل وهذه الأكاذيب. فهنا إذن دور ملقا على المرجعية، والمرجعية الشيعية ولله الحمد في خير وفي نعمة. لما؟ لأنها في كل سنة بعد سنة كلما واجهنا زيفا أو باطلا أو سلطة تريد أن تجور علينا أو استعمارا أو نحو ذلك على مر التاريخ، تشوف المرجعيات لها دور بارز ولها دور نشط وفاعل في رد كل هؤلاء والمحافظة على التشيع وبقاء هذا الدين وبقاء هذا المذهب. إذن هنا دور ثقافي معرفي يقوم به المرجع. الدور الثالث الدور الاجتماعي، يعني المرجع يصير عنده دور اجتماعي، التقاء مع الناس، حل مشاكل الناس، مثلا الخوض في بعض التفاصيل ونحو بعض القضايا الاجتماعية. بل وبعض الفقهاء وسع دور المرجعية إلى الأدوار السياسية أيضا. فهنا لدينا إذن أدوار متعددة ومتنوعة للمرجعية. أسس هذا البناء والكيان إمامنا روحي له الفداء الإمام العسكري سلام الله عليه، عندما قال: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، يعني يتمتع بتقوى وإيمان وهدى، فعلى العوام أن يقلدوه. من هنا يتضح لدينا الدور الكبير الذي والنعمة التي أعاشنا إياها الإمام العسكري سلام الله عليه ببركة هذا الحديث وببركة هذه الخطوة المهمة جدا. لذلك لما نجتمع في هذا الميلاد نتذكر هذه النعم التي نعيشها، وهي نعمة ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، فهم الأنوار الذين نستضيء بنورهم ونهتدي بهداهم. ولذلك لما نعيش ولادة الإمام العسكري نعيش ضوءا نورا هداية كما عاشت أمه، فإن أمه تقول: لم أرى ألما ولا وجعا ولا ما يحسه النساء، وإنما شعرت بالخفة. ذلك نور الإمام العسكري سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد صار
اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى. يا مستمعي النظام صلوا على البدر التمام محمد. صوتك لا تبخل به هذه الليلة المباركة. ولم تزل سليل أم الإمام العسكري عليه السلام تنعم بالسعادة والسرور في كنف الإمام الهادي عليه السلام، وتنهل من آداب النبوة وأخلاق ومعارف الإمامة حتى شاء الله حملها بالإمام الحادي عشر ووالد الخلف المنتظر وحجة الله على كل البشر الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام. ومضت أشهر الحمل حتى شاء الله أن يظهر الإمام إلى عالم الدنيا، وكان ذلك في مدينة النبي محمد صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعي النظام صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى. قالت سليل أم الإمام عليه السلام: لما وقعت في الطلق امتلأ البيت نورا والملائكة تصعد وتهبط وأنا لا أشعر بوجع ولا ألم، بل أشعر براحة وخفة وسرور. وتقول عمة الإمام عليه السلام: وأخذتني فترة وأخذتها فترة، ثم وضعت الإمام ساجدا لله أفضل الصلاة. صلوات 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 ربي عليها الحسن والحسين أئمة المعصومين. النور قد هتك الدجى فاستبشري بولادة الليث الهمام الأطهار، فخر الأنام إمام من في ذا الورى، نص بذلك عن العلي الأكبر. يوم به الإسلام أشرق كوكبا فمضى الظلام بجيشه المتقهقر. أفضل الصلاة صلوات أئمة المعصومين.
بميلادك بميلادك فرحنا يا ابو المهدي ضوى الليل صار نهار مهدي متى يظهر ولدك يا ولدك ابو صالح المهدي ويهدينا ويهدي هالبرية يا زاير يا زاير تحيات خذها وياك ودها ودها للعسكري اللي كسبها الروح ودها الظهور ابنك ننتظر وكل ساعة ودها طالت غيبته وشمته والعدوان بيا الله انبيت بهالكون زهرة ممزوجة بعلي وفاطمة الزهرة زهرة ما مثلها أبد زهرة أصلها من سلالة أحمدية جلوة خفيفة في هذه الليلة المباركة إمامي يا حبيب الله إمامي يا حبيب الله وياي إمامي يا حبيب الله إمامي يا حبيب الله مرة ثالثة إمامي يا إمامي يا غصون الروض ميس بورودك الحلوة الجميلة يا زهور الورد فوحي أعطري ساحي الخميلة ويا طيور الفرح غني مولد العسكر الليلة بهالليلة كل عام تهني بهالليلة كل عام تهني وزفي للمختار بشرى الله هالخبر حدار يسره الله وبهجة الهادي الكبرى الله وفرحة الشيعة الطويلة الله إمامي يا ولي الله إمامي يا ولي الله إمامي يا حبيب الله إمامي يا حبيب الله صوتك إمامي إمامي يا إمامي يا حبيب الله إمامي يا إله الكون نقسم بالنبوة والإمامة
باسم مولانا العسكري تكتب لنا كل سلامه يا الله. اللهم فرج عن جميع المعتقلين والأسرى ورد الغرباء يا رب. باسم مولانا العسكري تكتب لنا كل سلامه كل ظلام بنوره تكشف تمحي بولد الظلامه مهدينا ونعيش بدولة مهدينا ونعيش بدولة اتنكس اعلام البطالة الله تزول ويحقق عدالة والعدو أهل الضلالة الله تزول ويحقق نظامه الله إمامي يا نجي الله إمامي يا نجي الله إمامي يا حبيب الله إمامي يا إمامي يا حبيب الله إمامي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لعذب الله لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والدان يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن أفضل الصلاة والسلام صلوات ربي عليها صلوات ربي صلوات ربي على أئمة المعصومين صلوات صاحب العصر والزمان إلهي صاحب العصر والزمان إلى صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل كلمح بالبصر أو هو أقرب يا كريم فك أسرانا ومعتقلينا داوي جرحانا رد غرباءنا
وانصرنا على من ظلمنا. اللهم تغمد موتانا بواسع رحمتك، لا سيما روح الحاج حسين بن علي والسيد نعمة السيد خليل. اللهم تغمد موتى الحاضرين والمؤسسين بواسع رحمتك، أسكنهم الفسيح من جنتك، وإلى أرواحهم وأرواح من مات على الإيمان لا سيما المخصوصين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.